إذا قال لك كافر سأدخل في الإسلام، لكن سأسقط لما أصلي سأسقط ركنا من أركان الصلاة، فلا تلزمونني بهذا الركن، لا أريد أن أركع مثلا في الصلاة، أو لا أريد أن أسجد، فقل له أسلم، لأن الإسلام يصح مع الشرط الفاسد فشرطه فاسد، قل له أسلم. والدليل ما جاء عند النسائي أن حكيم قال يا رسول الله أبايعك لكن بشرط، على ألا أخر إلا قائمة، يعني لن أركع، فبايعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا دخل في الدين يلزم حينها بواجبات الدين ويكون شرطه فاسداً.